كولمان. باي بيبس. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ تراي جيبس ماجانس. نص البنات عوانس. استغفر الله العظيم. سكسي ماكس. ابعت فاكس. يا عم ما تخليش اعملها عليك بقى، على الله حكايتك. ابوس ايدك شجاع الشباب. اوكي الله يرحم ابوك يا اخويا. انتم دلوقتي بتسمعوا طلعوا على كيف جربي وخطي حلوه شيخه زي فري. احنا غالبا مجانين مش غالبا ده عكس بفضل بهندل منه وشاطر سايب الشديد والشاطر دول مش قادرين وبيصادوا لعبه منديل وبيمطلوا مفيش بديل بيخبطوا يوسف اكيد اللي اخبطوا بركان بيجيب اللي اخبطوا ناري. جاهز انت وانت جاهز والبتاع والديكور والبتاع والمكياج في السليم خش بعد. اكل العسل حلو بس النحل بيقرص. انا اكتر بنار سنفة بنفكك من شكل الهادي عدل وقتل وقدر اطلب تلحدر فيه عسلية والنبي عسلية. ابعت يا اللي بتبعت لو ناس يرق نفتكروه من تاني تضحك من روح. هي حلوة بس مش قادر ادرك وفلوس ولبس وايفون راح من دربر الخيل ده الفار بيدخل حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. ايه ده؟ هي دي المتمرقعة؟ المدلعة يا مام يا ده. من بقك المكنة تمام قوي. مكن وتراكن. انا عايز الشباب الجامد قوي كله يرفع ايده فوق. يلا كل يعمل كده. اهلا ازيكم يا نسوان يا رمة. القرف اللي انتوا جايبينه ده. استنى ما تمسكنيش من ايدي انا متوديه. امسكني من وسطي. لا لازم نلعب رياضه. اخد السلم ده كل يوم نزول طلوع نزول طلوع عشان اخس كده وابقى مزده كده ورشيق كده ويجي لي عرسان. لا شيء عليا انا الكلام ده. يلا بنمشي. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حد يناولني خرزانة. انا تعبت ارتاح شوية وانا اكمل. كمل يا سرا. بعمل رياضة يا فارس. رياضة عشان ابقى سمبتيك ومزدة والعرسان تجيلك كده كده. تجيلك كده كده. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ ده انت سمبتيك خالص. ده انت شويه كده هتفرقعي. هفرقع؟ اه. اكبر 5 مواط. ما تليفوناش بقى يا اخوانا عيب كده. عيب الجو حر خلقه. 5 مواط يعني. 5 مواط. 5 و75 عينك عينك صفرة. الله اكبر عليا. قمر. بره. نسيت تقول وقول. ليلى وانا المجنون. حمالة النحيف وربنا موت في الزغاليل. ونغنق العيون تحسب علينا لا نسيت الدنيا وارفون ليلى وانا المجنون. اموت اموت في الادب والاخلاق. ده اموت في النحافة. يوم يا بيك ترقصي. ارقص؟ انت عبيط؟ انت عايز بالك جون دي تقف ترقص؟ تعالى مفيش حد مال عينك. ها؟ بس باين عليها انها ايه صح. باين عليها انها الله ينعل ابوك بنت كلب. انا محتاج شباب زيكم الحماس واخدهم ورا مصنع الكراسي. عجبك كده معلم كروان؟ يعني انت شايف ان اخرد اللي يغلط فيا على البرنامج. انت احسن كرو اتصور يا كابتن. اه يصور يا كابتن. اعرفوا اللي يغلط فيا بالبرنامج ده اخرته.
جاي كروان جاي غلطنا انا البيت. اللي يعرفه يجي يحل مربوط على الشجرة. اللي عنده دم احسن من اللي عنده فلوس يا جدع. متصورش هي دي اخرتها، دي اخرتها. طلعوا الفيديو ده اكسسبور. متصورش هيصور عشان الناس تشوف. ما تجيش لغاية بيت الطير، ما تجيش انا وتغلط، مش همد ايدي عليك. طلعوا الفيديو ده اكسسبور عشان يعرفوا. انا معاك يا معلم، كلمة السر كتفوت اخويا. وعايزك تقول له ولا مطوة ولا سكينة، اخوك بعون الله يهز المدينة. جامد انت هلا قوي يعني. وقول له ولا خنجر ولا موت، اخوك دخل خلاص وهيدوس. ده انت معلم يا دوب تتكلم وانا واقف. وقول له بالسلام على سلامكم يلي النادرة بعد تمام بعد هالي. يا الله غرف 60 داية نسوان مالهمش لازمة، عاملين زي اللي بنا بقصة. واخدر زميلي عالرايي اصل اخصم نار تبالي، دول اخرهم شغل زيالي واحنا دايما في الحلالية. انت اسمك ايه يا عسل؟ انا اسمي شريفة. لا من اولها كده. اللي اسمع اسمي خال واسمي الصحبة بطمي خال، يلا نعمل لي كتاب للعيال ولاد الغازية، للعيال ولاد الغازية. يعني ازاي بقى بعد كل اللي حصل؟ ما حصلش لسه. صلاة النبي احسن، واحنا ليلتنا لوز ولا حاجة. ده انت هتموت النهاردة يا مناس، تعالي هدي. اتفضل يا حمادي، اتفضل. اقول لك حاجه تشربيها. حضرتك بتقولي ايه؟ ايش اقعد يا ابني، انا هقول لك كلمتين وماشي. قول يا حمادي. عايز ايه؟ بنتي مش عايزاك، اتفضل الدبله بتاعتك كده. ايش يا حمادي؟ انا عملت ايه؟ هذا اللي عملته ده كله، انا سددت ديونكم كلها وتسايب بنتك وتقولي مش عايزاني بعد الحب اللي حبيته ليها ده كله. طب بنتي مش عايزاك. ده انا هد الدنيا، ده انا والله المنطقه دي اللي فيها. انت كده بتكسر قلبي يا حمادي. طب انا اعمل لها ايه يا ولدي؟ هي مش راضيه بيك. ليه يا حمادي؟ ليه يا حمادي؟ بقول لك ايه؟ انا مش طايق الراجل ده. معلش بقى. مش عايزه. ايه يا دنيا؟ كل يوم بتكسري. ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ اخرس. ما بقيتش استحمل الالم اللي على قلبي. انت ليه بتقطعي فيا؟ وليه بتتلحيني؟ ما كنتش متوقع منك كده يا دنيا. يا دنيا يا سلام. اما قصه عبره صحيح. يا سلام. ايه يا عم حسيت ان انا بحكي لك الخطايا؟ جبرت قضيت النهارده. السلام عليكم. سلام. ايه نصيبي فين؟ اللايك والاشتراك. في الحفظ والصوت. سلام.